متابعينا في السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي سنبدأ بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة السحور، حيث تسجل درجات الحرارة 24 درجة مئوية، الملموسة 23، الرطوبة 9% فقط، أما الرياح تكون خفيفة السرعة. ننتقل إلى تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة اليوم غد بإذن الله في باقي مناطق المملكة. نبدأ بالمنطقة الشمالية، تبوك أتربة مثارة 35 إلى 21، سكاكا غائم جزئي 37 إلى 25، أما عرعر غبار خفيف 37 إلى 23. أما بالنسبة للمنطقة الغربية، نبدأ بالمدينة المنورة 40 إلى 24، جدة 36 إلى 22، مكة المكرمة 39 إلى 27، أما الطائف 31 إلى 21. أما بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، زخات رعدية من الأمطار متوقعة في عموم المرتفعات الجنوبية الغربية، أبها زخات رعدية من الأمطار متوقعة 27 إلى 18، أيضا جازان 36 إلى 30، أما الباحة 28 إلى 20. أما بالنسبة للمنطقة الشرقية، الدمام طقس صافي 37 إلى 25، الإحساء 40 إلى 23، أما حفر الباطن 38 إلى 27. بالنسبة للمنطقة الوسطى، نبدأ بحائل أتربة مثارة 35 إلى 25، بريدة 38 إلى 26، أما الرياض 36 إلى 24. إلى اللقاء.